بعد شوي كمان السلام عليكم، معكم أمين من شركة جولدن ديتكتور في أبو ظبي، الشركة المختصة بأجهزة الكشف عن الذهب والمعادن والمياه الجوفية والأنظمة الأمنية. أهلا وسهلا فيكم بالجزء الثاني من جهاز الانفينيو برو، اللي بإذن الله طبعا نحن خلصنا بالجزء الأول كل شيء بخص الأوضاع الصوتية وبرمجة وإعدادات الجهاز والمعايرة الأرضية. في هذا الفيديو بإذن الله كمان رح نحكي ونشرح كل شيء بيتعلق بالتصوير الأرضي ثلاثي الأبعاد في جهاز الانفينيو عن طريق سنسر الإبتو اللي مرفق مع الجهاز، الطريقة الصحيحة لتركيب السنسر ومعايرته، برمجة الأوضاع في التصوير وعملية التصوير ثلاثي الأبعاد بحد ذاتها، وأيضا طريقة تحليل الصور بحيث ناخذ نحن جميع المعلومات اللي بتفيدنا وبنحتاجها من الصورة، سواء كان عمق الهدف، نوع الهدف، أو الشكل الهندسي وموقع الهدف بالتحديد. طبعا أيضا رح نشرح ونحكي عن الشغلة المهمة جدا وبتيجي عليها استفسارات وأسئلة بشكل كبير، واللي هي الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي، متى وكيف نحن ممكن نستخدمها وكيف ايضا ممكن نحن نستفيد منها بجهاز الانفينيو. هذا كله ان شاء الله رح نتناوله بالتفصيل بهذا الفيديو. مشاهدة طيبة وخليكم معنا. حاليا عندنا هاي الشاشة الخاصة بالأنظمة الصوتية الموجودة بجهاز الانفينيو، لما نحن نشغل الابتو سنسر بتتغير هاي الشاشة بشكل كامل. خلينا نحن نشوف، نشغل نروح على الاوبشنز او اعدادات الجهاز، ونروح على المستشعر الابتو ونخليها تشغيل، بعدين نحط باك ونستنى شوي. حاليا هاي الشاشة اللي بتظهر لما نحن نشغل الابتو سنسر، هاي الدلالات الموجودة هون عندنا طبعا نفس الموجودة كانت بالأنظمة الصوتية، هاي الأرقام الخاصة بالأرقام التعريفية بالتوب، هاي الألوان أيضا الخاصة بالأرقام التعريفية بالأهداف عفوا، عندنا هون الرقمين هاي الخاصة أيضا بالمعايرة الأرضية نفس ما حكينا، واللي لازم يكونوا الرقمين بيساووا بعض بعد ما نعمل المعايرة الأرضية. عندنا هاي بنسبة المعدن المغناطيسية الموجودة بالتربة، أيضا نفس الموضوع، كل ما زادت بتأثر تأثير سلبي على الجهاز، ولكن هذا الموضوع مش بإيدنا، الموضوع هذا بخص التربة اللي احنا شغالين فيها. طبعا هاي احنا عندنا المنطقة اللي احنا شغالين فيها، هاي أبعاد المنطقة من 0 ل 200 سنتيمتر مترين. طبعا بإمكاننا نحن أيضا نعمل زوم أوت مشان شو نحن نكبر المنطقة اللي حنشتغل فيها، هيك صار عندنا 3 أمتار بثلاث أمتار. طبعا هذا القرص طبعا لما نحن نشغل، نكون مشغلين الإبتو سنسر وعم نعمل البحث باستخدام الإبتو سنسر، هذا القرص راح يتحرك، الموجود بالشاشة راح يتحرك نفس التحرك الحقيقي اللي احنا عم نحرك فيه الإبتو سنسر. هذا البار اللي على اليسار بيعطيك الارتفاع المثالي اللي لازم يكون عليه القرص أثناء عملية المسح. طبعا نحن هذا الخط الأخضر اللي لازم نخلي عليه الارتفاع القرص، طبعا هذا أيضا راح نشرحه، ولازم طبعا نحافظ عليه دائما، نحاول نحافظ عليه أثناء عملية المسح. عندنا هون البار اللي على اليمين هذا خاص بعمق الهدف الملتقط، طبعا نفس الإشعارات الجهاز فشل الوايرلس هون، الإشعارات طبعا ممكن أيضا نحن نلغيها عن طريق زر الانفو بهذا الشكل، بيلتقوا جميع الإشعارات اللي كانت موجودة. ممكن أيضا نحن نعمل زوم أو نحن نصغر الشاشة لقد ما بدنا حتى نحن نكبر المنطقة اللي نحن شغالين فيها، أيضا بنفس الوقت نحن ممكن نكبر او نعمل زوم ان او نكبر الصوره بحيث انه نحن نشوف تفاصيل ادق. هاي كانت الشاشه. طبعا حاليا راح افرجيكم كيف نحن نركب الابتو سنسر بشكل الصحيح، وايضا كيف نعمل له معايره قبل ما نبدا عمليه المسح. حاليا راح افرجيكم كيف نحن راح نركب الابتو سنسر بالشكل الصحيح ونعمل له المعايره قبل ما نبدا عمليه المسح ثلاثي الابعاد. اول شيء عندنا شغلتين نحن لازم نهتم فيهم ونركز فيهم. اول شيء نحن عندنا الكابل الخاص بالابتو سنسر، نوصله بمقبض الجهاز من هذا المكان الموجود هون. بعدين عندنا شغله ايضا لازم نحن نهتم فيها، هي الخطوط الحمراء والزرقاء الموجوده على الجهاز. طبعا بدايه الخط الاحمر هذا بدل انه نحن لما نركب او نستخدم القرص الصغير او القرص المتوسط اللي بقياس 40 سنتيمتر، لازم نخلي الخطين الاحمر الموجودين على الجهاز وعلى السنسر الابتو نخليهم متوازيين بهذا الشكل. لما نحب نحن نركب القرص الكبير اللي بقياس 56 سنتيمتر، لازم نفك هذا المفتاح الموجود هون ونركب الابتو سنسر بهذا المكان، بعدين نخلي الخط الازرق الموجود على الابتو سنسر موازي للخط الازرق الموجود بمقبض الجهاز. طيب حاليا نحن مركبين الخط الاحمر، خلينه موازي مع الخط الاحمر الموجود بالمقبض، بعدين بنشد الابتو مشان ما يتحرك أثناء عملية البحث بهذا الشكل. طيب حاليا نحن مركبينه وجاهز الإبتو سنسر. شغلة ثانية طبعا نحن بإمكاننا
حتى نعمل له معايرة بشكل صحيح. أول شيء نحن ممكن نخلي الجهاز نفس عملية الجراوند بالانسينج، نعمل عملية الجراوند بالانسينج أو المعايرة الأرضية، بعدين نخلي القرص موازي للأرض بهذا الشكل، وبعدين نعمل عملية المعايرة أو نعمل عملية تركيب لسنسر الإبتو بهذا الشكل. طبعا نحن حاليا جاهزين وعاملين له عملية التركيب والخطين الأحمر متوازيين بشكل صحيح. طبعا هذا كله حتى نخلي الإبتو سنسر مجال الاستكشاف أو مجال الرؤية للإبتو سنسر واضح بشكل كامل، بحيث ما في أي شيء بيعيق عملية الرؤية للإبتو سنسر أو مستشعر الإبتو. طبعا ايضا في حال وجود ظل من الشمس على الابتو سنسر ايضا هذا بيأثر تأثير سلبي. طبعا لازم نحن يفضل انه ما يكون في اي شيء بيعيق عملية الرؤية لدى الابتو سنسر. طيب حاليا نحن عاملينه تركيب يعني بشكل صحيح، ممكن نحن نبدأ عملية البحث. طبعا نحن حاليا باللوحة الرئيسية للجهاز، كم هي جاسبر؟ باللوحة الرئيسية للجهاز مشغلين مستشعر الابتو نفس ما نحن شفنا من طريق الاعدادات، بعدين بنروح لأي وضع عن طريق السيتنج، بنروح لأي الأوضاع، كل الأوضاع طبعا حاليا كل الأوضاع شغالة بما فيهم الشذوذ الأرضي والفراغات. طبعا هذا الوضع نحن حكينا عليه ما بيشتغل إلا في حال نحن مشغلين الإبتو سنسر. طيب نحن نفس ما نحن ملاحظين لكل الأوضاع بيزيد عليهم إعداد معين، وهو اللي هو معايرة المستشعر. طيب حاليا انا مثلا بدي استخدم الوضع المتخصص في وضع البحث، بعدين بنزل على معايرة المستشعر اخر خيار، بعدين الجهاز بيحكي لي خلي القرص على سطح مستقيم، وبعدين اضغط اوكي. حاليا احنا بنحط القرص على سطح مستقيم، طبعا بيظهر هذا الصوت نتيجة الحمل الزائد على الجهاز، نضغط اوكي، الجهاز بيبدأ معايرة المستشعر الابتو سنسر. طيب هذا الشكل. طبعا الجهاز حاليا عم بياخذ اشارات جدا خاطئه بسبب وجود تيارات كهربائيه ومغناطيسيه بهذا المكان بشكل كبير جدا، فبالتالي الاشارات بتكون جدا خاطئه. طبعا نفس ما هو ظاهر، كم هي جاسبر؟ نفس ما هو ظاهر هذا العمق الجهاز المطلوب اللي هو بيكون عند الاخضر. لما نرفع نحن الجهاز بهذا الشكل شوف نحن العمق حاليا نحن 19 سنتيمتر، وهذا بيكون خطأ، نحن بدنا اياه تقريبا تحت عن 9 وال10 سنتيمتر، هذا هو الشكل الصحيح. طبعا هاي الاشارات كلها خاطئه بسبب نفس ما حكينا وجود التيارات الكهربائيه والمغناطيسيه بشكل كبير. طبعا كمان شغله ايضا اخرى، نحن مثلا بدنا نشيل جميع هاي الاهداف الموجوده على الشاشه الرئيسيه، بنضغط على زر كلير الموجود على المخبط بهذا الشكل، بنضغط ضغطه مطوله او زر بكبسه طويله عليه بشكل هذا الشكل. طبعا حاليا نفس ما نحن نشوف على الشاشه الرئيسيه راحوا جميع الاهداف اللي نحن كان اخذها الجهاز. طبعا وايضا هذا نفس ما حكينا هو عمق الهدف اللي نحن اخذناه. طيب حاليا نحن بدنا نبدا عمليه التصوير ثلاثي الابعاد، ناخذ الجهاز بهذا الشكل ايضا وبنبدا عمليه تصوير ثلاثي الابعاد بضغط مره واحده زر الاسكان الموجود في المقبض، مره واحده بنكبسها. طبعا نفس ما احنا شايفين على الشاشه، شو ذا جاسبر ذا سكرين، نفس ما احنا شايفين على الشاشه تغيرت للشاشه الخاصه بالمسح الارضي ثلاثي الابعاد. بعدين بنحط نحن زر الكلير، بنكبس على زر الكلير كبسه طويله حتى يتسنتر القرص بالنصف الشاشه، ونكون نحن جاهزين لعمليه البحث. بعدين لما نكون جاهزين 100% بنضغط على زر الاسكان كبسه طويله عليه، وبعدين نبدأ عملية البحث وتحريك القرص بشكل يعني يكون هندسي وبشكل خفيف، انه ما نكون مستعجلين بشكل بطيء جدا بهذا الشكل. طبعا نفس ما هو ظاهر ايضا على الشاشة شوف حركات القرص اللي احنا عم نحرك فيها القرص كلها ظاهرة على الشاشة بشكل جدا دقيق، والجهاز عم يعطينا كيف انت عم تحرك القرص على الحقيقة بهذا الشكل. طبعا الجهاز حاليا ما عم يلتقط اي معدن، هو التقط معدن غير ثمين مثل ما هو واضح. اعتقد راحت الاشارة، طبعا بتكون اشارة خاطئة نتيجة للتيارات الكهربائية بهذا الشكل. احنا عملنا مسح لهذه المنطقة مثلا، بعدين منشيل ايدنا عن زر الاسكان، بعدين بنضغط زر الاوكي الموجود في المقبض، بيطلع لنا الجهاز انه جاري معالجة البيانات. وها هي الصورة اللي احنا اخذناها، طبعا الصورة فاضية ما فيها اي نوع من المعادن، اولا لان احنا مخففين الحساسية بشكل كبير لانه هاي المكان اللي نحن فيه ما بيصير نحن نعلي الحساسية، وثانيا طبعا نفس ما حكينا طبعا وجود يعني اشارات خاطئه بشكل كبير، وايضا معادن واشارات كهربائيه ومغناطيسيه. طيب نرجع لوضع ايضا اللي هو الكافيتي او وضع الكهوف او الفراغات الموجود واللي هو بيشتغل فقط على الابتو سنسر. نرجع على الوضع، بعدين نختار وضع الشذوذ الارضي والفراغ، بعدين بنروح على معايره المستشعر، بنحط الجهاز
بشكل موازي على سطح مستقيم ونخليه بهذا الشكل، بعدين نضغط اوكي. الجهاز لازم طبعا نحن نعيد عملية معايرة مستشعر الابتو كل ما نغير نظام البحث. طيب حاليا نحن القرص مستشعر، نحن في هذا الوضع. طبعا هذا الوضع، طبعا هاي الاشارات المستمرة، هذا الصوت المستمر نتيجة الحمل الزائد على الجهاز. حاليا نحن حتى نستخدم هذا الوضع بشكل صحيح نفس ما هو ظاهر هاي الرسالة، انه اعادة ضبط الارتفاع حتى نرفع القرص بشكل كبير لحتى نحن نوصل هذا الارتفاع الموجود عندنا في الشاشة، هذا هو الأربعين سنتيمتر. بعدين نضغط على التريجر او الزر الموجود في مقبض الجهاز بهذا الشكل، نضغط عليه مرة واحدة بهذا الشكل، بعدين ننزل لتحت بهذا الشكل، نضغط مرة ثانية لازم نرجع نعمل عملية إعادة ضبط الارتفاع. نرفع القرص لغاية ما يوصل لأقصى حد موجود في الشاشة، ونضغط على الزر الموجود في مقبض الجهاز نفس ما هو واضح. ضغطنا على الزر، بعدين بننزل لتحت لغاية الارتفاع الأخضر، بنرجع مرة ثانية نضغط على الزر، حاليا نعمل عمل ضبط للارتفاع. ولكن نفس ما حكينا هذا حاليا الجهاز عم بيعمل عليه حمل زائد كبير جدا من عملية الإشارات الكهربائية. طبعا هذا الوضع يعني دائما هو المفروض يكون ساكت، بس نفس ما حكينا حاليا نحن هذه الإشارات خاطئة، لازم الوضع هذا بيكون صامت، ما في أي إشارات، ما في أي أصوات، بس بيعطيك إشارات بالألوان، الإشارات الزرقاء والفضية طبعا بتكون للفراغات والكهوف، وأيضا بيعطينا إشارات الحمراء للمعادن. طيب حاليا نحن حنعمل عملية مسح باستخدام وضع الإكسبرت حتى نحن نجرب نحلل الصور ثلاثية الأبعاد، كيف نحن طريقة التحليل وكيف نأخذ منها المعلومات، وأيضا كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي. طيب حاليا رح ننتقل على وضع الإكسبرت نحن. شو ده؟